خطر ان احنا نربطه جدا. هو سيستم اسمه كيبل ستيك، اول مره نعمله في مصر بشركه مصريه، تنفيذ ذاتي بشركه مصريه. كان قبل كده بيبقى معانا شركات اجنبيه، كان معانا في كوبري اكتوبر شركه فرنسويه، وفي كوبري سرام شركه يابانيه. ابتدينا في الكوبري بتاعنا ده من سنه 2000 واخر 2015، وان شاء الله هنبتدي يعني في خطه اللي احنا نضغط ونكثف الاعمال اللي احنا نخلصه ان شاء الله 30/12/2018.